لسه مكملين معاكم اخبارنا في نهارك كان. ويعني توم سفنتت المدير الفني لمنتخب جامبيا حدث يعني او اتكلم في كواليس اللي حدثت على طائره المنتخب اثناء السفر الى كوت ديفوار للمشاركه في امم افريقيا قبل العوده الى المطار مره ثانيه وتاجيل الرحله بسبب عطل في الطائره. وقال المدرب طاقم الطائره ابلغنا ان هناك مشكله في مكيف الهواء وان الامر سيكون على ما يرام بعد الإقلاع. وبعد دقائق قليلة من الإقلاع كان الجو شديد الحرارة واضطر الجميع للنوم بسبب نقص الأكسجين. وبعد أن لاحظ الطيار قرر العودة مرة أخرى إلى المطار. وتابع المدير الفني قائلا كل أفراد البعثة أصيبوا بالصداع وإذا استمرت الرحلة لمدة نصف ساعة أخرى لكان الكل مات. و يعني أقنعة الأكسجين لم تعمل والأمر الجيد أن الطيار أدرك صعوبة الموقف وأن الوضع بالنسبة لنا كان مميتا ليعود إلى المطار مرة أخرى ونحن في حالة صدمة يعني كبيرة. ويلعب منتخب جامبيا اليوم الاثنين ضد السنغال في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الإفريقية ويقع منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة من البطولة بجوار كل من الكاميرون والسنغال والمنتخب الغيني.